إذن سيد أبو عامر، سؤالي الأخير، أعتذر على المقاطعة، ولكن ما الذي يرمي إليه نتنياهو في إطالة أمد الحرب؟ هل هو فعلا ينتظر هدفه الأسمى الآن؟ وغاية نتنياهو هو الانتخابات الأمريكية حتى تأتي إدارة جديدة، هذا هدف سامي ربما لنتنياهو، ومدى نجاحه في المراوغة حتى تأتي هذه الإدارة في بداية العام المقبل؟ هو الهدف الآن بهدف نتنياهو هو تحقيق أهداف الأيديولوجية، لكن الآن هو يعني في هدف مرحلي، وهو يعني إزاحة الإدارة الحالية التي لا تتفق معه على الموقف الأيديولوجي وتعترض عليه، ولكن لا تعطله. لكن هو يريد الإدارة بترامب، وهذا ما يقوله كثير من الكتاب والصحفيين والمحللين حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يخدم على فوز ترامب بالسياسات الحالية بحيث يفشل الإدارة بايدن، ومن هدف الوصول إلى إدارة ترامب التي من التجربة أنها قد تطلق يده لتحقيق أهداف الاستراتيجية. وترامب يتعامل بمنطق التاجر، ما دام لا يوجد ممانعات ولا يوجد معارضات سابقة، فبالتالي بإمكانه يعني ممكن أن يطلق يد نتنياهو، وهذا ما يريد نتنياهو، خاصة ولا سيما أن جزء كبير من قاعدة ترامب الانتخابية هي قاعدة إنجيلية مسيحية صهيونية تؤمن بالمشروع الصهيوني، وبالتالي قد يتوافق على تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، وهي قد يضم قطاعات واسعة، مساحات واسعة من الضفة الغربية، وترحيل أو تهجير جزء من السكان، وأيضا ربما بناء الكنيسة اليهودية المأمول في داخل المسجد الأقصى. نعم، ولكن إذا ما بقينا عند الإدارة الأمريكية، ما الذي سيحصل عليه نتنياهو من الإدارة الجمهورية إذا ما وصل ترامب، على ما حصل عليه في يعني تحت قيادة بايدن وحتى هاريس؟ ما الذي ستقلص على نتنياهو إذا ما وصلت؟ وهذه احتمالات طبعا. أنا قلت يعني هو المشكلة أن الاثنين سيدافع عن إسرائيل، يعني في حالة تعرض إسرائيل للمخاطر لا يوجد أحد، لا يوجد خلاف بين حزب الجمهور والحزب الديمقراطي، لكن الحزب الديمقراطي له يعني رؤية مختلفة عن رؤية الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري يؤيد نتنياهو من قطاعات واسعة، مؤيدي الحزب الجمهوري تؤيده من منطلقات أيديولوجية، لكن الحزب الديمقراطي يؤيده من منطلقات تعاطف ومن منطلقات دور اللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني قد يكون فيه حالة انقسام في هذا المسألة. بعض الصهاينة لا يتفقوا مع نتنياهو شخصيا، قد يعترضوا عليه، لا يريدوا مصلحة إسرائيل بما يفعل نتنياهو، لكن بما يفعل نتنياهو الآن واليمين الديني المتطرف يتفق مع الأيديولوجيين اليمينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الفارق بين الطرفين. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر، كنت معنا عبر الهاتف معذرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بعد الفاصل سنناقش ملف التقارب أو ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.